ايوه صابرين، انا مستنيكي تحت. ايه؟ انا لسه في المدرسه وعندي حصص. لا اتصرفي يا حبيبتي، يا تنزلي لي يا اطلع لك انا، وانت عارفاني بقى. يعني ايه تطلع فين؟ لا لا خلاص انا هتصرف. مستني. ماشي ماشي. بصلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عامر ده مش اخويا الصغير وبس، انا اللي مربيه. يعني تقدري تقول عليه كده اخويا وابني في نفس الوقت، ما يغركيش طوله. عشان كده احنا جايين في خير ان شاء الله. خير؟ في ايه؟ هو كان عايز يقول يا امي يعني ان هو اخويا الكبير وانا اخو الصغير، وان شاء الله ناويين خير. وايه المطلوب؟ المطلوب ايه؟ اكيد يعني مش جايين ناكل حلويات. هي ما قالتلكيش ولا ايه يا امي؟ هي دلي. ما قلتيش لامي ولا ايه؟ يا عريس، احنا من الاخر طالبين ايد العروسه لاخويا عامر. ايوه بس انا ما عنديش بنات للجوله. نعم، امال القعده دي ايه؟ عروسه المولد؟ فوتي لجوا. ماما شبكي؟ بقول لك فوتي لجوا، يعني فوتي لجوا. مش علينا. يا عم بقلبك. وفي ايه؟ وضع ان هم قافشين على بعض، بس مش عارف ليه. وفي ايه يا حاج؟ اسمع يا عامر، اظن انا قلت لك بدل المره 100 مره ان انا مش موافقه على الجواز. اظن ما كانش في داعي انك تجيب اخوك الكبير يعني وتحرجه ويسمع بودانه ان انا مش عايزه. مش عايزاك. مفيش بنات للجواز. ماشي يا ست، بس نفهم في ايه وليه. من غير ليه. صابرين مخطوب. ارتحت؟ مخطوبه ازاي يعني؟ وامتى الكلام ده؟ من 3 دقايق. هتقولي حاجه يا دلي؟ لا يا ماما انا مش مخطوبه. سمعت بودانك بقى يا امي؟ هو ده اللي عندي. شرفت. تشربوا قهوه. طب ما تقوم يا اخي. قوم يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم. ماشي. تحرجيني قدام الدولي؟ انتوا يا جدعان اللي جابكوا هنا؟ وجوليت فين؟ خبطت علينا وقالت لنا انها قررت تسيب الشقه. ايوه ماشي، وبعدين برضه انتوا ايه اللي مدخلكوا هنا؟ عشان ما تزوغش مننا زي كل مره. لا زوغ ايه؟ ده انا يعني انا اللي بتعمله ده اسمه شرك. ايوه شرك. لازم تفوق من الجاهليه اللي انت بقيت فيها دي، هتروح في داهيه. جاهليه ايه يا عم اللي انت بتكلمني فيها؟ قلت هتكفرني وانا واقف؟ ايوه هتكفر. زيك زي كل المجتمع. ما هو كافر. كل الناس بتبص للمكاسب الدنيويه، محدش بيبص للمكاسب الدينيه. كل الناس بتفكر زيك، خمره نسوان فلوس بس. طب وحياه النبي في قلبك كده، قول لي ايه هي بقى المكاسب الدينيه اللي انت بتكلمنا عليها دي؟ بالصلاه على النبي. اهو ده الجهل بعين. جهل ايه يا جدع انت؟ انك تقول وتحلف بالنبي. يا جدعان ده الواحد بيبقى ماشي في الشارع في امان الله، لو لقى واحد طيب في الشارع بقول له النبي عم الحاج ادعي لي دعوتين الله يبارك لك. جهل. مفيش ما بينك وما بين ربنا حد. وسيادنا سيدنا الحسين والسيده زينب والسيده نفيسه. التبرك بالموت حرام. حرام يا ماهر، حرام وبدعه سيئه الجهل السبب فيها. يعني احنا على كده بقى ما نزورش ستنا نفيسه ولا سيدنا الحسين تاني؟ حرام تصلي في مكان فيه قبر. طب والمسجد النبوي؟ في فاصل، عمله هناك فاصل. يعني ايه؟ يعني لازم تسيب الجهل اللي في دماغك ده. بكفاياك بقى، وسيبك من زياره القبور والاولياء. يا جدعان دول يعني افهم يا ماهر، اللي انت بتعمله ده يا ماهر عادات سيئه هتكسبك سيئات، وبعديها هتدخل النار والعياذ بالله. تعرف يا ماهر الشيخ الألباني قال ايه؟ قال ان المتوسلين بالصالحين في ضلال مبين والعياذ بالله. استغفر الله العظيم يا رب. انت لازم تتخلص من الشرك ده. لازم نهد كل المقامات. ونعيش كمان من غير مقامات؟ يا راجل دي كلها شرك والعياذ بالله. حتى زيارة المسلمين لبعض في الأعياد ضلالة وشرك. بقول لك إيه يا ماهر؟
انا عايزك كده ترجع لربنا عشان يديك من اول وجديد حسنات. احنا عايزينك معانا في كل ثانيه. لازم اقابلك يا صابرين، مفيش حد ممكن افضفض معاه غيرك، انت بس اللي فهماني وحسابيه. طيب ما انا سامعاك، كمل يا عامر. بعد حادثه صالح دي ان انا مش عارف اوصل له، حسيت ان انا عاجز. بعدين تفكر من اول وجديد خالص في حياتي كلها، عدت النظر فيها خالص. هو انت مش طمنت عليه وهو كويس الحمد لله؟ اه يا حبيبتي اطمنت عليه، بس انا لازم اطمن عليه واشوفه بنفسي. ليه هو ما ظهرش؟ للأسف صالح ده غريب، يروح ويجي ويختفي فجأة كده. عارف عامر، أنا كده اطمنت. اطمنت على إيه؟ إنه لو حصل لي حاجة يوم من الأيام في حد هيخاف عليا ويقلق. بعد الشر عليك يا حبيبتي. عارف الموقف اللي حصل ده؟ عرفني إن صالح ده مش مجرد أخ، ده أب وأخ وصديق كمان. ربنا يخليكوا لبعض. يخليكي ليه يا حبيبتي. يلا بقى عزمك على الغدا. انا جوعانه اصلا. ايه يا ابني مالك؟ بقالك كده فتره مش عاجبني، مش انت علي اللي انا اعرفه خالص. ليه يا علي؟ بالعكس، طب ده انا اليومين دول مبسوط على الاخر. علي مبسوط ايه وزفت ايه؟ ما تفوق بقى وتشوف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري؟ ماله منظري؟ ما انا زي الفل اهو. طب ده انا حتى اليومين دول عايش قصة حب على كيفك. الله يحفظك يا اخي. حب ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ يا ابني انا بتكلم على صحتك، على الضرب الزباله اللي انت عمال تضربه. هتروح في 60 داهيه يا علي، اسمع مني انا قلبي عليك. بقول لك يا عمر، خلينا نتكلم في الفايده. انا حاسس ان انا فتحت قدامي طاقه القدر، عرفت لك حته خواجايه انما كده من الايطالي. اي نعم. الموز اكبر مني حبتين. لا مش مهم، المهم ان انا اعمل معاها اللي انا عايزه. لا 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 لا، انت دماغك اتهرشت من كتر الضرب. يعني خواجاي واكبر منك؟ بقول لك يا عمرو، يا هتسمعني وانت ساكت يا اما هقطم معاك الكلام. انا بتكلم معاك وبحكي لك عشان بعتبرك ان انت واحد زي اخواتي. ما هو انا عشان زي اخوك لازم ادلك على الصح. افهم، اللي بتعمله ده يخوف؟ ما يخوفش ولا حاجه، العلاقة دي زي الفل. وبعدين يا أخي اعتبرها من باب مصلحة ومصلحة. مصلحة ومصلحة؟ تحس تقول إيه يا ابني؟ فهمني. عايز أقول يا عمر إن الست دي عندها الحاجة اللي أنا محتاج لها، وأنا عندي الحاجة اللي هي عايزاها. ويا ترى بقى يا سي علي هتحتاج إيه من واحدة خواجاية؟ أنت فاهم يا عمر. صحتك يا حبيبي، صحتك يا علي. وبعدين يا اخي انت مش 100 مره قلت لي هبطل الباب اللي بتضربه ده؟ بقول لك يا عمرو، انا لو كل مره اتكلم معاك هتعيش في دور الواعظ، انا مش هبقى اتكلم معاك في اي حاجه تاني. خلاص انا من الاخر كده لقيت نفسي مع الست دي، ومتاكد ان انا هعيش معاها اجمل قصه حب في حياتي. بتهيألك يا صاحبي. لا يا عمرو، انت اللي بتهيألك. وبكره هتشوف. شفت؟ ماما عندها حق باللي بتقوله. بتقول ايه الولية دي؟ احترم نفسك. قصدي يعني بتقول ايه لماما الولية دي؟ كل ما تجيب سيرة موضوعنا بتقول لي لا، الا السواق ده. الا السواق ده؟ على اساس بقى يعني ان بابا الله يرحمه كان سافر لبنان في الارجنتين، ما هو كان سواق. ما هي عارفه، وعارفه كويس قوي، ودي المشكله. عشان انت عارف بابا كان يعني مبهدلنا معاه ازاي. قولي ان عامر ده حاجه تانيه. عامر خير. يا سلام، انا ما قلتلهاش يعني. طب وبعدين بقى؟ مش هنتجوز في سلامتنا الجاز دي؟ بس اصبر. اديني صابر اهو. يا رب.
مين يا ماري؟ ازيك يا جيني؟ ازيك؟ تعال تعال ادخل. اتأخرت عليا ليه؟ العنوان اصله بعيد شويه، وعلى ما خلصت الشغل وكده وجيت. طب كويس كويس كويس، يلا تعال اقعد استريح. ازيك يا علي؟ انا كويس الحمد لله. وحشتني. وانت كمان. ايه مالك يا علي؟ تعبان شويه، ويعني عشان ما باخدش راحه من الشغل وكده فتلاقيني تعبان شويه. انا عارفه اللي تعبك. ايوه عامر انا كويس. لا بس اصل انا في الشغل. صالح؟ لا صالح انا كلمته من اسبوعين ما ردش عليا، شكله زعلان مني. طب بقول لك يا عامر خليني اكلمك بعد شويه عشان بس المدير بيندهلي. سلام.